نعم. فضيلة الشيخ، من المعلوم أن الحاج يعود من حجه كيوم ولدته أمه بإذن الله، فهل معنى ذلك أن الحج يكفر كبائر الذنوب جميعها؟ نعم، ظاهر الحديث أنه يكفر جميع الذنوب الحج، ولكن ما هو الحج يا أخوان؟ ليس الحج أن يذهب إلى مكة ويطوف بالبيت ويسعى ويخرج إلى منى ومزدلفة وعرفة وقلبه لم يشعر بأنه في عبادة. وكثير من الناس اليوم، ولا أقول أكثر الناس، يذهبون إلى الحج وكأنهم في نزهة، يذهبون إلى العمرة وكأنهم في نزهة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق. وهذا النفي الذي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم صعب. فلا تظن أن مجرد أن تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى وتخرج إلى عرفة ومزدلفة ومنى أنك حججت الحج الذي يكفر الله به كل ذنب، حتى يكون حجك مخلصا به لله، متأسيا فيه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصلاة الآن يا أخوان، ألم يقل الله تعالى في الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ طيب، هل منا من إذا صلى شعر بقوة إيمانه وكراهته للفحشاء وكراهته للمنكر؟ هذا قليل. يوجد والحمد لله من تزيده صلاته نورا وإيمانا ويقينا وحياء من الله عز وجل فينتهي عن الفحشاء والمنكر، ولكن كثيرا من الناس لا يحصل له هذا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر؟ وهل إذا صلى الإنسان على هذا على الوجه الذي ذكرنا أنه لم يظهر عليه أثر الصلاة، هل تكون صلواته مكفرة؟ الله أعلم. فأقول لإخواني: يجب إذا ذهبنا إلى الحج أن نكون لله مخلصين ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متبعين، وأن لا نؤذي أحدا، وأن نحرص على معاونة إخواننا المحتاجين للمعونة.